كشف رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبد الحكيم التميمي عن منح منسوبية الطيران وفنيي صيانة الطائرات والمراقبين الجويين السعوديين رخصا مدى الحياة، حيث أن مسؤولية الالتزام الكامل بالأنظمة والاشتراطات اللي صدرت بموجبها تلك الرخص تقع على حامل الرخصة كما هو معمول فيه في الدول المتقدمة في مجال صناعة الطيران. من جانبها أعلن رئيس الهيئة العامة للطيران المدني بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للطيران المدني عن إطلاق الهيئة العديد من المبادرات لتشجيع مجال تشغيل الطائرات الخفيفة، وتتضمن استثناء الطائرات الخفيفة حتى وزن 1500 كيلوغرام من أجور التشغيل المرتبطة بالمطارات والملاحة تحفيزا لهذه الفئة وتماشيا مع ما هو معمول به في الدول المتقدمة. ينضم لي هاتفيا من الرياض المشرف العام على الاتصال المؤسسي والتسويق للهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبد الله الخريف. حياك الله أستاذ عبد الله. أهلا أستاذ الله، مساك أخي عبد الله. ومساك يا سيدي. سبب هذه القرارات الجديدة وكيف بيكون عائدها على الناس؟ نعم، مثل ما تعرف أخي عبد الله أن الهيئة فيها تحول كبير وجذري يواكب رؤية المملكة 2030 واللي نسعى فيه ان شاء الله. صوتك الله يعافيك استاذ عبد الله. نسعى فيه ان شاء الله ان تكون الهيئه داعم رئيسي للاقتصاد الوطني من خلال قطاع الطيران المدني. توجه الهيئه واعلان معالي رئيس الهيئه عن منح منسوبي الطيران وفني صيانه الطائرات رخص مدى الحياه، هذا ياتي دعم للكادر السعودي وخصوصا السعوديين العاملين في مجال الطيران المدني، يعدون من المؤهلين والاكفاء على هذا المستوى، ويساعد في دعمهم من خلال العمل في شركات الطيران أو الشركات العاملة في مجال الطيران بشكل عام. طيب، هل سيكون هناك نزول في أسعار التذاكر على سبيل المثال؟ طبعا من ضمن التصريح الذي صرح معالي رئيس الهيئة ما يتعلق بالشركات العاملة في المملكة، حاليا يعمل في المملكة خمس شركات طيران. العام الماضي فقط انضم يعني خلال العامين الاخيرين هذه السنه والعام الماضي ثلاث شركات بشكل سريع تعمل في المملكه، بالتالي وجود خمس شركات تعمل في النقل الوطني سيؤثر تاثيرا ايجابيا بالدرجه الاولى في توفير السعه المقعديه، وبالتالي وجود التنافس بين هذه الشركات لتقديم افضل العروض والخدمات للمسافرين، سواء ما يتعلق من ناحيه الخدمات او ايضا من ناحيه العروض والاسعار المناسبه للمسافرين. عمل القطاعات الجديدة الآن اللي تم استحداثها إيش عملها عشان بس نكون بس بالصورة؟ توجه الهيئة الحالي بالذات مع صدور موافقة مجلس الوزراء بفصل الجانب التشريعي عن الجانب التشغيلي. مثل ما تعرف أخي عبد الله أن الهيئة هي تشرف وتشغل 27 مطار في المملكة. توجه الجديد بعد موافقة مجلس الوزراء أن ستتحول هذه المطارات إلى شركات تفعيلا لدور الخصخصة ومواكبة لرؤية المملكة. بالتالي ستكون الهيئة هي معنية في موضوع التشريع والجانب الإداري والتنظيمي لصناعة الطائرة المدني. ولذلك استحدثت قطاعات جديدة مثل يعني معايير الطيران أو السياسات الاقتصادية هذه لتعزز دور الهيئة التشريعي. طيب أخوي عبد الله الخريف، ترى نحتاجكم أنكم تجون عندنا في أشياء كثير بنسألكم عنها هيئة الطيران المدني، فإن شاء الله قريب أنكم تشرفونا. شكرا لك. أبرك الساعات وواجبنا. الله يحفظك، شكرا لك، يعطيك العافية. أستاذ عبد الله الخريف المشرف العام على الاتصال المؤسسي والتسويق للهيئة العامة للطيران المدني.